استثنائيا بمدينة حفيصات. سؤالي، ما مدى قانونية هذا المؤتمر؟ ما احنا والله احنا زعما الحزن ما نظمنا والو، ما قمنا باي نشاط في مدينه الخميسات. ما عندنا حتى شي علاقه بديك الناس اللي كيدعيو انه ما نظموا شي نشاط حزبي. كاين فيهم اللي كان معنا في الحزب فعلا، واحد السيد كان في الدار البيضاء قدم استقالته وعوضنا، والحمد لله كنشكر الله سبحانه وتعالى لأن عوضنا بما أفضل منه بكثير. كان واحد السيد في مراكش، واحد أخلاقيا ممكن نقول لكم كنا طردناه من الحزب، ولكن كان نجح في انتخابات البلدية، بقى في ديك البلدية ديال مولاي يوسف، ولكن كان مطرد الحزب لأن حنا في 2015 كنا ما ترشحناش انتخابات 2017 عفوا ما ترشحناش انتخابات البلدية على 2015 ما ترشحناش انتخابات البلدية، وهو بغى يترشح وبالتالي خرج من الحزب لأنه ما نفذش القرار ديال الحزب. وكان هذا معقول النائب ديال المنسق إسحاق شارية اللي تطرد في الاجتماع ديال المكتب التنفيذي ديال 22 سبتمبر، من بعد خرج دار مع شاكي كيدير لي اعتبرو انه خصو يديرو هذاك شغلو، كان مطرود لي فعلا لي كانوا في هذا النشاط واللي هما في الحزب المغربي الحر، هو المنسق ديال فاس واحد منير بحري اللي كان عاد تعين منسق كنظن في نفس المؤتمر التنفيذي اللي هو شارك فيه، وقرر بانه المؤتمر العادي ديال الحزب غادي يصدر من بعد انتخابات تشريعيه ماشي قبل انتخابات تشريعيه. وكان واحد السيده غيتا من الجاليه المغربيه في الخارج، هي كذلك كانت في المؤتمر، كانت في المكتب، كانت حضرت كعضوة ملاحظة في المكتب التنفيذي اللي قرر أن المؤتمر العادي المؤتمر غادي يكون بعد انتخابات نظرا للتصرف ديالهم. فعلى كل حال فيما يخص الجالية المغربية كان داكشي في اطار التنظيم ديال الجاليه المغربيه في الخارج، كانت عاد بدات شي اسبوع ولا اسبوعين قبل، ومع الاسف ما سعداش الحظ انه تحقق شي اجتماع في خارج المغرب. فمن بعد انه ما قاموا بان النشاط هذا وقع تغييرهم، مهم غيرنا المنسق ديال مدينة فاس، وعندنا واحد الأستاذة باش فيما يخص الجالية المغربية في الخارج غادي نخمو واش نخليو نفس المنظمة اللي كانت مرأسها هاد السيدة هادي غيتا، أو غادي نخلقو شي منظمة أخرى ونخليوها تبقى في المنظمة ديالها باش ما نخلقولهاش عراقيل. أما أنا اللي بغي ينشط في المغرب مرحبا به، معايا ولا ضدي، المهم غير ننشط، يعني يكون عندك الشجاعة تنشط في إطار القانون. أكيد إطار القانون التنظيمي ديال الأحزاب السياسية. أكيد راه القانون تنظيم الاحزاب السياسيه كيقول الاحزاب السياسيه عباد الله
اللي فيكم ما نضرش من أجل حقوق الإنسان يطراد من السياسة. هذا القانون التنظيمي، هذا مشكلة. كيقول لك أن حقوق الإنسان من الأسس ثابتة ديال الأحزاب السياسية، وإلا ما ديرش السياسة. دابا حنا عندنا واحد القانون كبير فعلا، زعما يمكن لنا نبينوا للعالم بأن حنايا مؤسسات ديمقراطية ونظام يستحق التقدير والتصفيق العالمي. مع الأسف إخواني كيخذوا المسؤولية ما كيطبقوش القانون. إذا الأستاذ زيان، من يجتمعوا في مدينة الخميسات؟ أغلبية لا صفة لهم. لا ما كانكوش حتى الجوج ما عندهمش الصفه. يمكنهم يقولوا لي عندهم الصفه، انا ما عنديش الصفه، ولكني اللي عنده الصلاحيه باش 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 يقرر المؤتمر والمكتب التنفيذي، هما كانوا في المكتب التنفيذي اللي قرروا، هما من الناس اللي صوتوا على عدم وقوع المؤتمر حتى بعد الانتخابات التشريعيه. فصح كان نقول لكم اش كانت الحشرات اللي كتبدل اللون ديالها، لو كاميلون كيف كيف بالعربية، الحرباء كانوا حربائية الالوان كتبدل على حسب البلاصه اللي كتكون فيها. احنا عندنا دارجة بوبريس بوبريس ما يمكنوش يدير السياسة في القرن 21. أكيد. أستاذ زيان، أنتم رئيس الحزب المغربي الحر، يعني الخطوات المقبلة أكيد بأنكم تفكرون في إعادة هيكلة الحزب من جديد. لا ما نحاديوش الحزب مطلقا حتى دوز الاستحقاقات. حنا الآن عندنا هدف واحد، خلق التنسيقيات الضرورية والمكاتب المحلية لمواجهة الاستحقاقات المقبلة. وحتى واحد ما غادي يخرجنا من الطرق، غادي 10 سنين خويا يديروا اللي داروا، غادي نبقاو في الخطة ديالنا أن حنايا كنعملوا باش نمشيو للاستحقاقات المقبلة. وعلى كل حال هذه طريقة باش يعرقلوا السير الانتخابي ديال الحزب. واش مدفوعين هاد الناس عندهم شي جهاز، ماشي مؤسسة، ما كاينه حتى شي مؤسسة معاهم، شي جهاز كيلعب في السياسة، واللي ما عندوش الحق يدخل يدو في السياسة، أو شي حزب قال هاديك كيفية باش نهرسو العمل النشاط السياسي الحزب المغربي الحر. المهم ما عرفتش شكون اللي موراهم، ولكني يشوشو حتى عياو، وقسما بالله كنعسو مرتاحين وكنفيقو مرتاحين، وكل نهار كنعلمو وزارة الداخلية بالخطوات الجديدة فيما يخص الاستحقاقات المقبلة، وعاود كنستغل الفرصة. راه ما كاين غير الطريق واحدة باش تمنعو الحزب المغربي الحر يشارك في الانتخابات المقبلة، هو تمشيو للقضاء وتجملونا أو تطلبوا الحد ديال الحزب. حينئذ حنايا سننبطح أمام القرار القضائي، ولكن شكون عندكم الشجاعة ديروا هاد الخطوة هادي وقولوا لنا سيروا في حالكم السياسة. المشكلة أنه إذا درتوها غادي يبرز واحد الحقيقة للآن أغلبية الساحقة ديال المغاربة كيأمنوا بها، أن الانتخابات في المغرب تزور، وبأن أنتم وزارة الداخلية تنظم انتخابات مزورة. بالعكس، وإذا بقيتم محتفظين بالقانون التنظيمي 29/11، وإذا بقيتم كتطبقوا الحقوق ديال الأحزاب السياسية، ولا سيما ما أمر به الدستور وما أمر به القانون التنظيمي 29/11، وتقولوا بأنه ما كاينش اللعب فيما يخص انتخابات الأحزاب السياسية هي حرة. أنا سمعت شي واحد امتكن مجموعة كيدعي، وسمعت بعض مواقع عفوا إلكترونية تقول بأن عندهم رخصة داخلية. أولا أنا كنقول داخلية، وكنقول أن المؤسسات الدستورية راه الأحزاب هي حرة، هي اللي كتقرر ما تريد من نشاط.
بكل حرية ولا تحتاج إلى رخصة داخلية باش دير المؤتمر ديالها. الجهاز في القانون الأساسي في النظام الأساسي كيقرر المؤتمر، كيقرر التاريخ ديالو، كيقرر المكان ديالو وبالكيفية ديال التنظيم ديالو. وإذا كنا دابا الآن الأحزاب السياسية تنظم المؤتمرات برخصة داخلية، قولوا لينا نمشيو فحالنا قسما بالله، والله ما مكانش السياسة معناها أن الديمقراطية ما كايناش، وأنا ما نلعبش مع نظام اللي ماشي ديمقراطي. وجودي داخل الانتخابات وأنني أعترف بأنه لازمنا نحاول أن نكون دولة ونظاما ديمقراطيا. ما إذا كانت الأحزاب السياسية اللي كترخص أو كتمنع، الله يهنيكم، كنقول لهم دابا. نعم أستاذ زيان، هناك إجماع في الشارع السياسي على أساس أنه شخصية الأستاذ محمد زيان هي شخصية مثيرة للجدل بجرأته وبصراحته. هناك من يقول بأنه ما يقع في الحزب، رأى الأستاذ زيان هو المستهدف، صحيح هذا ولا لا؟ ما نعرف، على كل حال ما كنظنش أنه هو المستهدف. على كل حال ملي كتربط ديك الفيلم مفبراك ديال لوتر دي كيمس لا دوليز، ملي كتربط ما يقع في المعنى ديال المحاماة وكثرة المتابعات ديال النيابة العامة في إطار المهني، ملي كتربط القضية دي بولدي في السجن اللي كون صنع كمامات قاتلة في واحد المعمل اللي عمره ما شافه في حياته، عمره ما وصل له وعمره ما حدا شي كمامة بيده. ملي كتربط هاد الشيء مع المحاكمة ديالي بست شهور موقوفة التنفيذ وغيابي وحكم ديال السنة بدون حضوري، كتقول واش أنا مستهدف؟ من طرف من مستهدف؟ شكون كيمكن له ينظم هاد الشيء يحرك المهنة الهيئات النقابية ديال المحاماة القضاء السجن؟ لأن ولدي كان في واحد كارتي في واحد الحي في السجن، وبدلوا واحد 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 الحي أفلاس باش يحقروا ولا يأثروا عليا. كتقول هذه يد غتكون قوية، ولكن يمكن تكون يد حمقى ماشي قوية، الحمق. راه كاين القوة السياسية، والقوة السياسية كتنطق ليش من الحوار من الاقتناع، ولكن يمكن يكون شي حماقة هو اللي كيدير هاد الشيء. حنا كنطرقناش كنطرق من الظلم من القمع من الزيادة، ما نعرف، ولكن ما قدرش أنا نجاوب. ولكني كنعرف بأنه اللي جعل أنه شي إخوان يمشيو بحالهم من الحزب، وأنا كنفهمها أنه ما خافوا مني. قلنا بأن سنة 2021 ستكون واحد السنة وطنية ودولية، المشكلة أنه غادي يكون ديك الشيء على الصعيد العالمي. ديجا حد لجميع الشرطة السياسية في الدول الديمقراطية. هذا الإنسان اللي وصلتنا للقناعة دي، وكان قال الكاتب العام ديال الأمم المتحدة في بداية كورونا بأنه ما ستواجه القارة لا تسمح بالتدخل الشرطة في الشأن السياسي لأي بلاد كما كان نوعها. والقرارات الأخيرة ديال الاتحاد الأوروبي لعلم الأنظمة الغير ديمقراطية بأنه غادي يمسهم فيما يؤمنون به ويضطروا الفلوس والدرهم الدولار عفوا باش يحيدهم ليهم. معناها هذه حركة إنسانية عالمية كونية سيجعل حدا للشرطة السياسية. وأفتخر أنني في المغرب أنا أول واحد من نادى بضرورة حل الشرطة السياسية، لأن هذا غادي يوقع في العالم. ما تدورش راسكم في جميع الدول العالمية، لا يمكن أن تمارس السياسة مع الشرطة كتمارس معنا السياسة، وهذه لا علاقة لها مع الجهاز الأمن تماما، لأن لا يوجد
شي واحد مكلخ يقول لكم بانه هو ما كي ما كيمولش وما كيساعدش وما كي وما كيصفخش الجهاز الامني، ماشي الجهاز القمعي، يعني كنقول الجهاز الامني العالم كله لان اولا مهنه واعره وخصها تكون نقيه وخص تكون مراقبه، ولكن خص كل شيء يشارك فيها. الجهاز الامني مرحبا، جهاز قمعي سياسي ابدا ولا نقبلوها. واللي بغى يبقى معنا في الحزب يبقى معنا في الحزب، واللي بغى يمشي بحالو من الحزب يمشي بحالو من الحزب. اما هذه بغيتنا نقولوا ان المغرب يكونوا في الطليعه على الاقل في المنطقه هذه ديال الدول الافريقيه والعربيه والاسلاميه، اول واحد اللي غادي ينطلق من تصفيات وحل هذه الشرطه السياسيه. وكنفتخر انني اللي كنت وزير حقوق الانسان السابق للمغفور الى الحسن الثاني، ومعروف لي ومشهد لي عالميا في هذا الميدان هذا. وعلى كل حال كنظن في 1995 دورنا كان انعراج انعطاف منعطف كبير في الحياه الحقوقيه ديال المغرب، انني نكون في الطليعه في المغرب ديال هذا المبدا الكوني، انه لا مبرر لوجود لشرطه سياسيه في اي مجتمع مهما كانت الوضعيه ديالها. غير على ذكر هذا الحدث، وفي المسار ديالكم كانت لكم مواقف جريئه وصريحه ومواقف شجاعه. انسانيه ودوليه، لان نعرف فين غادي التيار العالمي. لكي نعود الى التاريخ وباش هذه الاجيال تعرف، انه الاستاذ محمد زيان كانت له الشجاعه لتقديم استقالته. 95 بداية 96 وقدمت هذه الاستقالة لجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله بداعي أنه المحاكمة ديال التطهير كانت محاكمة غير عادلة. اللي كان فيها المشكلة هاد المحاكمة ديال التطهير غير عادلة، كان فيها عبد النبوي في النيابة العامة، وكان فيها أنيس اللي دابا وكيل الملك في عين السبع، هو اللي كيباشرها في الدار البيضاء. غريب التاريخ كيف دار لها، ان عاوتاني رجعوا هذوك نيت اللي كنا حاربناهم 95 96، دابا هما راجعين في الطليعه ماشي باسم الشرطه والقام والتعذيب، ولكن باسم القضاء المستقل. كيفاش الله كيبين الحقيقه ديال كل واحد، لان ما يمكن لك تخفي على الله الحقيقه. هذيك المحاكمات كان خرق للقانون، وكان واحد بزاف فوق الجد. هذاك الشيء اللي دار هو تسعطات، ونفس المشكله ديال حاليا كان تسعطات السلطات القضائيه، الاختصاصات القضائيه ديال النيابه العامه كانت تسعطات العمال، عمال صاحب الجلاله. وتما فين انا كنت كتبت لجميع الوكلاء العامون ديال المغرب رساله ديال الحكومه باسم الوزير المسؤول، كنقول لهم ردوا بالكم، راه اللي فيكم خدع وانحنى تعليمات ديال شي سلطه سياسيه، السلطه ديال وزاره الداخليه مهما كان الممثل ديالها، وتنازل اختصاصات ديالو ديال مراقبه المصادر والجديه ديال المتابعه والحجاج، راه انا وزير حقوق الانسان غادي نتابعه، لانه اختصاص المتابعه هي للنيابه العامه ماشي لشي اي لجنه اداريه. وكتبت لهم، وكل وكيل العام اللي مازال حي دابا باقي كيتذكر ان واحد النهار شاف نازل في الفاكس ديالو امور عمره ما سمع بها، وكانوا كلهم كيتصل مع وزاره العدل وكذلك. واللي كان قال لي المغفور له الحسن الثاني كان قال انا لا اواخذ زيان انه مشى للتلفزيون وقال فكرتي ورايه كوزير حقوق الانسان، انا اواخذ لكوني توجه للقضاء وانا الملك ورئيس السلطه القضائيه. هذا كان اذا بغيتو النقاش اللي انتهى بالاستقاله ديالي. أستاذ محمد زيان، أنتم رئيس الحزب المغربي الحر،
هناك نقطتين بغينا نناقشوها معك. اولا هي البرلمان ما نظن ما توقعش، ما نظنش غادي يقدروا يديروها. اللي داروها راه معناه ان المغاربه ما غادي يفهموا ليهاش، معناه راه كاين شي قصد. وحينئذ كنقول للوزير الداخليه والحكومه سيروا لي نيشان، الله يعطيكم الخير ما تضيعوا لينا شوف، سيروا لي نيشان، سيروا لي سيروا لي نيشان وقولوا النتيجه. غير دابا دابا انا تنقول حنا كاع نتسناو، لا تنقولوا غير غدا في الصباح ولا في الدين الحريره واللي كتب علينا الله غادي ندوزو. اما تقول المغاربه سيروا ديروا هذه ما عادوا لا اي حاجه، والصندوق هنا ولا الصندوق الثاني ولا حطوا داكشي غير خليوها الله يعطيكم الخير. وحتى الميريكان ما فهمولوش، الميريكان شنو شنو وقع ما بين ترامب وباي. اخيرا الله يعطيكم الخير، ممكن ممكن والغير ممكن غير ممكن. اخيرا الاستاذ زياد اثير واحد النقاش حاد حول لائحه الشباب، ما عندها ما نديرو، تعتبرونها ريعا؟ لا 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 يعطيك الخير، ما انا ضد اللائحه ديال النساء، غير ما عرفناش كيفاش نديرو باش المرأة اللي كتمثل النص ديال المغرب تكون مثلة في البرلمان. هذه لا نقاش لا، وإذا المرأة ما فرضتش علينا تكون كتمثل النص ديال البرلمان، لأنه فعلا ما عرف كيفاش كتنازل وكتقبل الربع أو الثلث، باش تكون الأمور واضحة. المرأة ينبغي أن تكون في البرلمان، وكاين المرأة اللي كتسحق تكون في البرلمان وقوية من الراجل وفاهمة أحسن منه. لا نناقش القيمة المرأة المغربية قسما بالله، لو كانوا المغربية تعرفين قيمتهم، أنا اللي كنعرف النساء عبر العالم يمكن نقول لكم لو كنتوا كتعرفوا حقيقتهم وقيمتكم أوف تكنتوا استمتعوا على الجميع. المرأة المغربية واحد المرأة حرة قوية ذو شخصية وفهمة وفهم الدنيا كيفاش مركبه وكيفاش كتمشي، خاصها تكون. ولكن ديك لي كوتا ماشي ديمقراطي. فعلى كل حال فيما يخص انا كنقول كان يمكن لينا نصيبو واحد الحل الوسط، انه ايوا ما تكون اللائحه الوطنيه ديال المراه تكون لائحه جهويه ديال المراه، حينئذ غادي نفهموا بانه وإذا كان القصد أن النساء ديال كل جهة جهة المغرب هذه مرحليا وكان ممثلة في البرلمان، غادي نعرفوا حقائق اجتماعية وغادي تساعدنا بزاف. وطنيا بالصدق ضدها. مرحلة في انتظار تكون كاينة لوائح إقليمية ديال المرأة، وتما على كل حال نخمو نشوفوا واش في المستقبل ولاد ولادنا كلهم يكون عندهم برلمان مناصفة بلا كوتا، ولكن من الحقيقة تطلع ديال المرأة المغربية. أما الشباب بصدق زعما بصدق على كل حال أنا كنحترم الشباب وكنحترم الجميع، ولكن وما عندها حتى شي بان بيني وبينك. أخيرا الأستاذ محمد زيان، أنتم فاعلا حقوقيا وفاعلا سياسيا، هاد المخاض السياسي اللي كتعيشوا البلد الرسالة ديالكم علامة خير. الله زعما كل ما المرأة ملي كتكون غتولد كتقصح وكتبكي وكتغوات، كل ما ديك الولد أو البنت اللي غتخلقو كيكون عظيم ورفع، وكل ما تكرفتنا في المخاض كل ما معنى أنه المستقبل سيكون زاهر. ثقوا بها، امنوا بالله سبحانه وتعالى، ان مع العسر يسرا، وكل ما كان العسر ضغط كل ما كيكون اليسر مهم واجمل. شكرا استاذ محمد زيان، شكرا لك الحزب المغربي الحر. شكرا شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.